هي عندها فلل وكده، يعني لازم يستغل من غير ما تحس، يبقى شاطر شوية. مش حكاية كده، حكاية ان انت النهارده بتدير اعمالها. لما انت بتدير اعمالها النهارده المفروض تبقى لك نسبة. اللي كان بياخدها من ياسر خليل قبل كده خدها. لازم حسام يعمل كده ويأمن نفسه، لأن هيجي يوم شيرين تزهق منه وتسيبه، تبقى عايزة حد تاني. انت عارف شيرين يعني زي ما سابت اللي قبله واللي قبله كده. انا عارف ان دماغه دي سم، زي ما انت قلت دماغه هو زي جدا ومش سهل، فهو اكيد في دماغه حاجة بأمن نفسه. دلوقتي هنا عندنا توكيل صح؟ عملنا له توكيل. اكيد طبعا عملنا له توكيل. اللي بدليل ايه؟ ان هو مع الفيز بتاعتها. خلاص فاهم. يعني هو الحساب هو لازم يقدر يسحب، هو يقدر يسحب الحساب. لا يبقى ممكن عارف الرقم السري بس، ممكن صح؟ ما اعرفش هو عامل شركه هو هي مش عامل له توكيل. انا بقول لك هو مع الفيز، مع الارقام بتاعت الفيز بيروح يسحب الفلوس اللي هو عايزها. وإيمان بتحب شيرين أو لأ؟ لا مش بتحبها خالص؟ لا يا مش خالص، يعني أصل إيمان تنكة وبقى إيه، تعرف المليونير اللي لما يفلس. أيوه. هي صرفت الفلوس اللي أبوها سابها لها، وصرفت فلوس حسام، وصرفت الدنيا كلها، فطبعا مكانته تبين. ايمان بقى عامله نفسها بقى ايه، ايدي مش ايدي وايدي. شيرين عايز تقول لها بتتنك عليها، روح امك، ده انا اللي عازماكي وانت جاي على حسابي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي. فايه التنكه بتاعت امك دي؟ يعني هي ما قالتش كده، بس يعني زي ما تقولي ايه، انا فهمت اللي حصل. ايوه. فطبعا ايه، سابت لها الفندق ومشيت، طلعت اجرت فندق تاني. فحسام قال لها ما يصحش انت كده، ايه زي ما تقولي بتطردي امي وبتطردي اختي. قالت بص بقول لك يا حسام، ايه انا مش طايقاهم، مش طايقاك انت كمان. لا مش انا كمان. طيب انا بقى مسافر. قالت له سبتين ده وطلقني قبل ما تمشي. المهم سافر، خد امه وخد اخته وجه. لقيت شيرين بتطلبني وتقول لي يا بابا انا عايز اطلقك مثلا، لو سمحت خليه يطلقني. عملنا عليها تمثيلية بقى ان انا جبت المأذون، وان انا المأذون خلاص كتب الطلاق، بس انا قلت له استنى شوية لحد بس شيرين ما تهدى، عشان لما تاخد القرار تاخده وهي هادية. هم كام يوم في الكورة كده وطلقناهم على بعض وخلاص. وهي ايمان عشان عايزة احفاد ولا عشان شيرين بلدي؟ ايمان مش بتحبها. لا عشان شيرين بلدي. اوكي. هي تعرف هي اصلا اطلق من التراكوة، يعني جدودها تراكوة ومش عارف ايه، ومن جدتها تانية من النمسا وكده، حتى ما بتتكلم عربي مكسر لحد دلوقتي. بيتكلموا طليان. ايه؟ حسام كمان بيتكلم انجلش كتير. مع حسام مدارس اجنبيه وكده وجامعه برضه. المهم ايوه، يعني انا قصدي امه اساسا وشيرين طبعا ما اعرفش واخده ايه، دبلوم صنايع ما اعرفش واخده ايه، والله ما اعرفش دارسه ايه ولا مش دارسه، مش عارف. يعني انت دلوقتي مش بتحب شيرين عشان حسام؟ لا لا خالص، بالعكس انا شايف ان هي قضت على حسام. ايه؟ ليه؟ حسام قضت على حسام. ليه؟ يعني من ساعة ما حسام عرفها مش شغال نفسه. لا نزل اغنية ولا اشترك في فيلم ولا اشترك في مسلسل ولا، يعني هي سحبت كل وقته وخدت نجوميته وضافته نجوميتها هي. هي دست عليه، طلعت على حسابه كمان اكتر. أيوة. هو طاغي لمعت اكتر. يعني انت عايزني انا الحسام؟ هو عمال يحل نفسه كده. اكيد طبعا. ليه بقى؟ اكيد انت حلوه وصغيره. حلوه وصغيره وتخلفي له ابن، وبعدين في نفس الوقت انت ليكي مستقبل وممكن تبقي مذيعه شاطره. انت متاكد ان هي اللي ما بتخلفش؟
خلاص 39 سنة قربت على 40، يعني يعني احتمال الخلف عندها ضعيف، هما بقالهم سنتين اهو ما خلفوش ليه؟ هي عندها مشاكل صح؟ هو محلل ما اعرفش والله، عندها مشاكل الاحتمال، هي سافرت امريكا بس ما قالوش عمل ايه في امريكا. هي عشان ايه اللي حصلها بالظبط؟ انا ما اعرفش ايه، ما حكوش والله ما قالوش، بس هو كانوا قالوا ان هي بتعمل ايه رعايه صحيه في امريكا، يعني عموما يعني بتعمل تحاليل وتكشف وبتعمل يعني استشفى في امريكا، او يعني او سموها ايه تشيك اب، يعني هي اوكي فحوصات طبية بتطمن عامة. على سنة فحوصات طبية عامة وكده يعني. بس هو عمل كمان فحوصات عشان يشوف يعني نفسه الخلفة كويسة، الذكورة، الكلام ده. لا طبيعي، هو طبيعي يعني الحالات المنوية مظبوطة، الأجسام المنوية سليمة ما فيهاش عدد بيبسط في عدد شيء متشوه او ميت او كده، لا الحالات المناعية عنده قوية وسليمة وزي الفل، يعني هو يقدر يخلف. مش عارف بقى هل هو فعلا بيحبها بجد، بيحبها بجد فعلا زي ما بيقول كده، ولا هو ذكي وعارف ان هي شخصية متقلبة وممكن في اي وقت تطلب الطلاق زي ما طلبت قبل كده، خدت بالك؟ يعني ما هي ايه، انا سألته قد هي شخصية ملولة جدا، بتمل يعني بتمل الدنيا، بتمل نفسها، بتمل ولادها، بتمل ملولة قوي، ف عندها جنون بتاع الفنانين دول، فاهمة؟ ايوه فأنا من مصلحته يتجوز بنت صغيرة تخلف له، في نفس الوقت جميلة عندها طموح. انت عارف حتى لما بيطلعوا على المسرح وكده مش لاقين لبعض، بيبقى شكله صغير ايوه، تحس ان هو راقي، تحس ان هو راقي، وتحس ان هي، وتحس برضه ان هي ايه، يعني اكيد من بيئة مختلفة، كل يعني مش من نفس البيئة، صح؟ بس حصلت لي قبل كده موقف كان سخيف جدا 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 جدا. ايه هو؟ بنت عملت نفسها ما اعرفش من فرنسا ولا منين، من هي اصلا من شاف من تونس ولا ما اعرفش منين، ماشي واتكلمنا مع بعض ومهم كده وتصورنا وبتاع، واخدت سكرين شوت من الشغل وبعتت له حسام. اوبا عمل ايه حسام؟ دي بعقلها دي تعمل كده؟ خاصين فيها 6 شهور، وطبعا كانت بتستفزني بقى بكلام وحش، عملت ايه وبصيت ايه وشيرين ايه وشيرين ايه، وانا زي اللهبل انشر اللي انت عايزه تنشريه ولا يهمنا، وبعدين انت وسخه ومعروف ان انت عصابات وسخه وراكم مافيا وايه مسؤولين على الراجل، وكلمتني قالت يا بابا ولا يهمك واخد بالك اوعى تزعل، بس اللي بقى تعب هو حسام، تعب وزعل هي بقى مسكته بقى، بس ايه بعد 6 اشهر تقول له قالت تعبان وفي السرير وما بياكلش وما بينامش قرفان وبرد عليك خاصمني 6 اشهر، وحد ياما دخلت قالت له بقول لك ايه هو بنت انت عامل كده نفسك زي النسوان ليه؟ قوم فوق، هو في ايه اللي حصل؟ ما كل رجاله واسخه وكل رجاله بتهيس وكل رجاله والله. وبقى تكلمني عشان كده بحبها، تكلمني تقول لي ايه يا بابا انت ابونا، انت بابايا، انت اعمل اللي انت عايز تعمله، صورتك زي ما هي في خيالنا، اوعى تفتكر الكلام اللي اتقال ده زعلنا منك او كده، لا ابدا، ده عادي يعني بيحصل مفيش مشكله، انا عارف ان هي كانت لحظه ضعف هي استغلتها وقعتك فيها، و
مناظر وسخة بقى وكلام وسخ وحاجات بقى، انت عارف التهييس الواحد بقى مهيس يعني. ما نحسش يبقى عندك ولد حفيد؟ اه طبعا حاسس ان ونفسي هو جدا. هيغير فيك جدا صح؟ ايه هيغير في حياتك. معلك؟ طبعا طبعا انا بحب الاطفال جدا، بالذات لما يبقى حفيد يعني، طبعا حاجة تانية. وبعدين نفسي اجيب عيل انا كمان، انا خايف، انا نفسي اخلف انا كمان. بجد؟ الله، طب ليه، ليه هو حسام ما يتجوزش بالسر مثلا؟ انا هحاول بقى. بص انا فكرت في خطة حلوة قوي هي ايه؟ قوي، انا هقول له ايه، يتجوز وايه، ويحط ويخلي مراته معايا هنا، ما عندي معايا هنا، ما يقولش ليه لشيرين، وايه يبقى يجي ينام معاها هنا مثلا. هو صعب يسيب شيرين ويروح ينام مع امه في ده بيتخانقوا بقى. التجمع يعني.